موسى تكرمت مشكورة وكتبت لنا سؤال الأخت عائشة من اليمن، تقول أن سؤال الأخت عائشة: ما حكم التسبيح بالمسبحة الرقمية؟ التسبيح بالمسبحة الرقمية هو كالتسبيح بالسبحة المعقودة في نظم، نعم، في عقد أو نظم. إذا كان هذا التسبيح لحاجة، كان يكون إنسان لا يحسن العد بيده فلا حرج، أما إذا كان يستطيع فالأولى أن لا يترك التسبيح بيده، وهذا لا سيما في الأذكار المحددة بعد الصلوات. أما الأذكار المطلقة فأيضا ينبغي أن لا يعني أن يعقدها بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عقدنا بأناملكن فإنهن مستنطقات. وإذا كان لا هذا في المأثور، وإذا كان في غير المحددات من الذكر له أن يسبح بيده، وإن استعمل هذه الآلة فلا حرج.